موجز الأخبار على الحياة فام. مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم مع العرض الإخباري. تبعا لمذكرة وزارة الصحة بشأن تحديد الجهات الطبية التي لها الحق في التعامل مع وسائل الإعلام والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي في المسائل الصحية، أصدر المجلس الوطني لعمادة الأطباء يوم أمس الاثنين بيانا دعا فيه كافة الأطراف وخاصة سلطة الإشراف إلى احترام أخلاقية المهنة والاستعانة بأهل الاختصاص في الاستراتيجيات الاتصالية، لكي يكون الخطاب المقدم خطابا علميا بحتا يستند إلى آخر المعطيات العلمية الثابتة، وذلك للرفع من درجة وعي المواطن بأهمية الحماية الذاتية والوقاية من المخاطر لمجابهة التحديات القادمة. وأكد البيان في المقابل على حق الأطباء في التعبير عن آرائهم في إطار اختصاصهم وحسب المعطيات العلمية الثابتة في كنف احترام واجبات الطبيب، مع التأكيد على استقلالية الطبيب عند أداء مهامه مهما كان موقع أو طريقة ممارسته لفنه. انعقدت أمس الاثنين جلسة عمل مشتركة بإشراف السيد وزير التربية وبحضور السيد الكاتب العام وعدد من إطارات الوزارة وممثلي الجامعات العامة ونقابات أسلاك التربية. وبعد التداول بالنقاش تم الاتفاق على تكوين لجنتي عمل لأقرار آليات الكفيلة بإنجاح إنهاء الموسم الدراسي وإجراء الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف الملائمة. ويأتي ذلك تبعا لقرار الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المتمثل في تعليق الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد طيلة الفترة من 18 إلى 30 من أفريل. دوليا، أكدت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى كوفيد-19 حول العالم بين كل الفئات العمرية. وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان خلال مؤتمر صحفي في جنيف: نشهد معدلات متزايدة للعدوى في جميع الفئات العمرية. وأضافت فان عالمة الأوبئة الكبيرة بالمنظمة أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 5.2 مليون حالة إصابة، وهي أعلى زيادة أسبوعية منذ بدء الجائحة. ومضت المسؤولة الصحية بالقول: نشهد تحولا عمريا طفيفا في بعض الدول سببه الاختلاط الاجتماعي. نهاية العرض الإخباري، كان معكم حسن نبتي، شكرا وإلى اللقاء. موجز الأخبار على الحياة فاهمة.